في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حي النسيم بمكة، وبحضور فضيلة الشيخ مسلم الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله الشهري ثم الفتح وإجازته، وبقراءة كل من تميم بن القاسم الثوراني وحذيفة بن مكي آل كعب ومحمد بن مصطفى في عهد علي، وبحضور ما يزيد على 500 من الرجال، وبحضور ما يزيد على 60 من النساء، وبما زاد على 300 مشاهد في البث المباشر، فكان المجموع أكثر من 860 مشاركا ومشاركة في 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد. اليوم الأول الجمعة 17 من الشهر الثالث من عام 1446 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم صلاة، وفيه 3 مجالس على النحو التالي: المجلس الأول بعد صلاة العصر إلى قبيل أذان المغرب، قرئ من أول كتاب فروض الصلاة إلى نهاية باب القراءة خلف الإمام في منام حرفه بالقراءة. المجلس الثاني من بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة العشاء، قرئ من باب القراءة خلف الإمام في منام حرفه بالقراءة إلى نهاية باب العمل في جامع الصلاة. المجلس الثالث من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 9:15 تقريبا، قرئ من باب جامع الصلاة إلى باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. اليوم الثاني السبت 18 من الشهر الثالث من عام 1446 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم صلاة، وفيه 4 مجالس على النحو التالي: المجلس الرابع في قراءة الكتاب من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 8:30 صباحا، قرئ فيه من أول كتاب الجنائز إلى نهاية باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. المجلس الخامس من قراءة الكتاب من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، قرئ من باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد إلى نهاية باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفال أبي ذر رضي الله عنه معدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس السادس في قراءة الكتاب من بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة العشاء، قرئ من أول كتاب النذور والأيمان إلى نهاية باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. المجلس السابع في قراءة الكتاب من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 9:45 تقريبا، قرئ من أول كتاب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره إلى نهاية باب ما جاء في الإحداث. اليوم الثالث الأحد 19 من الشهر الثالث من عام 1446 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم سلام، وفيه 4 مجالس على النحو التالي: المجلس الثامن في قراءة الكتاب من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحا، قرئ من أول كتاب الرضاع إلى نهاية باب الصدق باب صدقة الحي عن الميت. المجلس التاسع في قراءة الكتاب من بعد صلاة العصر إلى قبيل أذان المغرب، قرئ من أول كتاب الوصية إلى نهاية باب ما جاء عقل العين إذا ذهب بصرها. المجلس العاشر في قراءة الكتاب من بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة العشاء، قرئ من أول باب ما جاء في عقل الشجال إلى نهاية باب ما جاء باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. المجلس الحادي عشر في قراءة الكتاب، قرئ من أول باب ما جاء في أكل اللحم إلى آخر الكتاب، وبه التمام والختام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكتب في ليلة الاثنين 20 من الشهر الثالث من عام 46,400 بجامع عمر بن الخطاب مكة المكرمة، حفظها الله دار إيمان وأمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على التمام والختام، فأقول أنا العبد الفقير إلى عفو وفضل ربه الكريم سامع عمر بن إبراهيم الصدق بأني قد أجزت الحضور من الرجال والنساء والمستمعين عبر البث، ولأزواجهم وذرياتهم وأحفادهم وطلابهم وبأسانيد متصلة إلى الإمام مالك بن
كتابه المنطق إجازة خاصة وعامة، سماعا كاملا وبفوت بما تجوز لي روايته بجميع مسموعاته كما هو معتبر عند أهل الحديث والأثر، والحمد لله رب العالمين.